يعني استغرب يعني قال لي انا واقف قدام المرايه وانا اللي شبهك عشان خاطر انا اكبر في السن. كنا بنتكلم ان انا اكبر في السن يعني, فبيقول لي ده انا اللي شبهك مش انت اللي شبهك. هو كل الناس حاسه ان محمد صلاح دوت واحد منهم, قريبهم اخوهم. زي ما بقول لك انا بشوف الموضوع دوت عشان انا بقابله يعني, انا بقابل الموضوع ده كتير. انا ممكن واحد ما اكونش اعرفه خالص والاقيه مثلا داخل بيسلم عليا وبيبوسني ان انا احنا اصحاب من زمان او احنا قرايب. فنفس الانطباع دوت اللي الناس واخداه عن محمد صلاح ان هو واحد منهم يعني, برضه بيحس ان هم ان هو قريب منهم قوي. وبعدين هو يعني هو الوحيد دلوقتي يعني اكتر حاجه مفرحه الناس في مصر.